لا يوجد أي تغير كاف في حياة أطفال اليمن منذ اتفاق ستوكهولم، تقول اليونيسف التي أكدت أنهم يقتلون أو يصابون بمعدل 8 كل يوم وهم في طريقهم من وإلى المدرسة أو يمارسون اللعب خارج منازلهم. يعيش هؤلاء الأطفال منذ 5 سنوات وفق بيان صحفي لمنظمة اليونيسف في ظروف بالغة التعقيد. وقدرت المنظمة التي تعنى بالطفولة عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق مشتعلة بالنزاع بأكثر من 1,000,000 طفل. تحذير اليونيسف أتى مع إطلاق الأمم المتحدة خطة استجابة إنسانية لإنقاذ 21,000,000 يمني. ووفق ليز جراندي منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، تحتاج الخطة الأممية إلى توفير مساعدات ب4 مليارات دولار أمريكي لعام 2019. لقد خلق الصراع في اليمن بحسب الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80% من السكان إلى مساعدات وحماية، 10 ملايين منهم على بعد خطوة من الموت جوعاً، و7 ملايين يعانون من سوء التغذية. إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية وبيان اليونيسف عن الطفولة تزامن مع مؤتمر الاستجابة الإنسانية الخاص باليمن والمنعقد بجنيف بهدف جمع منح مالية. وبانتظار تلك المنح يظل الملايين رهينة انتظار مساعدات دولية تضيق مساحتها كل يوم، طالما ظل الوضع الإنساني مجرد ورقة في مهب رياح السياسة.